يعني ما فيش احلى من اللحظات دي. انا متخليني بس قد ايه بيتاثر عادل، واكيد دي صوره ابنه عادل. الف الف مبروك للتخرج، وان شاء الله دايما تشوفها في احسن المراتب وتشوفها كمان عروسه وتفرح فيها. ما تبكيش، عيط. لهذا الواحد بامانه، لهذا الواحد يفخر انه يعمل بهذا المكان، لهذا الواحد يشعر ان هذا البيت بالفعل يعطي من وقته، يعطي من جهده، من حبه الى اسرته الى عمله، لانه يشعر ان هذا البيت هو بيت هذه الاسره الكبيره التي تحتضننا. لا اخجل ان اعبر عن مشاعري، لاننا نعم رغم كل ما يقال نحن نفتخر ببناتنا، نفتخر بتخرجهم، نفتخر بإنجازاتهم، ليس فقط أولادنا. هو شعور، هذا نجاحك يعني ثمرة حياتك بلا شك. فإن شاء الله دايما يعني في أحسن المراتب، وشكرا راغد على كل هذه المشاعر دايما بتشاركها. شكرا راغد، أنا آسف، شكرا جزيلا يا راغد، يعطيش ألف عافية.